التحيه وشكرا سعادة الرئيس وشكرا على الرئيس على هاي الجمعه الطيبه. وفي الواقع يعني انا بحكي ان الواحد في منتهى السعاده انه يلتقي بهذه الغابات الوطنيه اللي بالفعل بتساهم في دفع عجله التنميه الاقتصاديه والاجتماعيه بتوجيهات من جلاله الملك المعظم. ففرحه كبيره وسعاده كبيره ان الواحد يتشرف بين الاخوه الغابات في أمريكا. يا سيدي انا استمعت لكل اللي تفضلت فيه، والواحد بحكم ال 30 سنه الماضيه يعني تواصل مع الاخوه الصناعيين بشكل كبير جدا في الفتره اللي تشرفت فيها اول 20 سنه من العمل في وزاره الصناعه والتجاره بين نهايه الثمانينات وأواصل اللي تفضلت فيه سعاده الرئيس علم في مكانه، ويجب انه احنا كلجنه ماليه واقتصاديه ان ندعم هذا التوجه بقدر الامكان. حمايه الصناعه هو واجب وطني، ومثل ما تفضلت يعني الجائحه فرضت نزعات وطنيه على كل الدول، يعني اللي كان مؤمن اشد الايمان في موضوع التجاره الحره وفتح التجاره وازاله اي نوع عوائق، لا مع الجائحه صار في حاجه لانه يكون في نوع اكبر من حمايه الطائرة. ولكن انا بعتقد انه اذا بدنا نعظم الفائده بشكل اكبر لهذا اللقاء سعد، انه ما نركز على موضوع واحد فقط اللي هو الرسوم الجمركيه وتوحيدها ب 5%. دراسه الدكتور وائل تؤخذ بعين الاعتبار وتعرض عند مناقشه مع وزير الماليه لما يجي يناقش الموازنه. ولكن لفت انتباهي ما تفضل فيه الدكتور مهدي، وانا صرت يعني كنت عم بحط العناوين اللي عماله بحكيها الدكتور ماهر. حكى عن كلفه الانتاج رقم واحد، عن زياده الطاقه الانتاجيه رقم اثنين، عنوان ثاني حطه. حكى عن التصميم ومساعده القطاع الصناعي انه يصور، وحكى عن تسهيل بيئه العمل. اذا ما نسيت نقاط مقترحه سعد حتى نعظم الفائده من هذه الجلسه واحده واحده من هذول. تخفيض تكاليف الانتاج، في عندنا الضرائب والرسوم بزيد تكاليف الانتاج، ولكن عندنا الطاقه الاستطاعه، المشكله التقليديه ان طاقه الاستطاعه اكثر من استهلاكنا، وبالتالي القطاع الاقتصادي القطاع الصناعي والمواطن يدفع ثمن طاقه غير منتجه وغير مستهلكه. انا بعتقد هذا عامل تكلفه عليه الرئيسي لازم انه نركز عليه، بالاضافه للضرائب اللي حكاه الدكتور وائل صحيح. اذا بدك تحرك الاقتصاد الاولى والاجدى انك تخفض ضريبه المبيعات، لانه ضريبه المبيعات 70% من الدخل، ضريبه الدخل 20% جمالي 7% والرسوم والمعيار. فندرس موضوع تكاليف زياده الطاقه الانتاجيه، وانا سالت السؤال لما شرفتونا سعادتك على العينان. الحكومه خلال الجائحه المركز المركز الوطني الاجتماعي كان عنده برامج لدعم القطاعات الاقتصاديه. البنك المركزي خفض اسعار الفائده، عمل مشاريع تنميه الصناعه الصغيره والمتوسطه، مشاريع كبيره، اعاد شراء سندات، ضخ 2.8 مليار دينار للسوق. سؤالنا لك، هل كانت، وهي بدنا نسمع الاجابه، هل كانت مؤثره زائد مشاريع ضمان الاستدامه واحد واستدامه اثنين، هل هذا مكنكم من انكم تحافظوا على العماله ولا لا؟ شو النتيجه الفعليه؟ وكيف؟ لانه سيدنا سيدي وجه الحكومه بانها تستمر في دعم القطاعات الاقتصاديه في ظل الجائحه، ففي عندنا سند قوي انه نحكي برنامج الحكومه دعم ولا ما دعم، فاد ولا ما فاد. احنا سالنا سؤال لمعالي وزير التخطيط ومعالي وزير الماليه بس ما كان في اجابه واضحه. فهذا الموضوع الثاني اللي هو زياده القطاع، احنا معكم سيدي، احنا فريق واحد، ولكن اذا بدنا نروح ل وحتى الحكومه معنا نفس الطريقه، ايش اللي احنا لازم نسويه القطاع الانتاج والقطاع الصناعي حتى نزيد انتاجيه؟ ايش اللي مطلوب منا نحسن النوعيه ونحسن الانتاجيه؟ موضوع اخر نقطتين سيدي، التصوير ووصول ممارسه الاعمال. التصوير ماذا يمكن ان نعمل؟ خبراء صناعه وتجاره الان بطلت موضوع الحدود، بامكانك تعمل تطبيقات سيدي مثل بلون مثل غيرها من التطبيقات وتصدر منتجاتك لاي مكان بالعالم. هل في بامكان انه نطلع بمثل هيك افكار خاصه؟
تحسين بيئة الأعمال لها علاقة بالغرفة الصناعة تنصب في بعض الدول الإخواني ممنوع أنك تسلم الوثيقة غير الجهود. فأنا انكسر بس حتى